طالبة كلية بعمر 20 سنة تحب الدكتور مالتها اللي بالجامعة عمره 47 سنة وزوجته وياه بنفس الجامعة والمشكلة متزوج 3. قصة كارثية. بس قبل ما نحكي بالقصة أتمنى تخلينا لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس وأحبكم هواية وخلنا نوصل على الحلقة قد ما تقدرون من اللايكات لأن بيها رسالة مهمة. طبعا ترويلي هاي البنية تقول أني طالبة ورحت مرحلة جديدة وانعجبت بهذا الدكتور مالتي نازك وحليو. فإحنا دائما أكو دكاترة أو أكو ناس حتى من عمرهم 50 سنة 40 45 تلقاه معتني بالمظهر مالته وبالكاريزما وبالشخصية وبالأناقة. فتقول عجبت بشخصية هذا الدكتور وهاي أناقته وسلوبه فهذا الإنسان دخل قلبي. فتقول أنا ميت علي يعني أتمنى يجي يأخذنا مثلا محاضرة أو شيء يعني من أشوفه يقول أرتاح قلبي ظل يدق. تقول أنا أحسن به هو يباوع لي بس نوبات يعني هو يغلش وزوجته ويانا يعني هم دكتورة. فتقول أنا خايفة من هذا الموضوع وهذا الشيء اللي سبب لي خوف كل ما أشوفه أنا أحبه بس أستحي أروح أصارحه. يعني توقع بنية بعمر 20 سنة تروح أصارح لها شخص عمره 47 سنة يعني هاي صدق كارثية. فتقول أنا معجبة بي وأتمنى أصارحه وأتمنى أقول له أحبك بس هو هم خايف ومتردد لأن أحسن بيه هو هم أعجب بيه. وأني ظليت محتارة خاف أروح أصارحه وزوجته ويانا بالكلية وتسوي لي مشاكل وانفصل بسبب هذا الشيء. والحد هسه أني محتارة وهذا الشخص أحبه ومستعد إذا يجي يخطبني أوافق بيه وأصير المرة الرابعة. فحبت تاخذ نصيحة من عندكم وأتمنى كتبوا لها شيء أنتم نصيحة. ونجي للرسالة. الرسالة هذا الإنسان دكتور أو على عينه رأسي وهذا أب وتقول توقع يعني توقع تقول لي سحلي بابا نوبات سحلي عمه فأني ما أرضى سحلي بذن الأسماء لأن أنا أحبه ومعجبه بي. هو فعلا بابا أول شيء عمره تقريبا راح يطب 50 سنة وثاني شيء أنت 20 سنة وكل شيء ما شافه من حياتك وراس مستقبل وراس تخرجين وتأخذ ليش واحد بعمرك يفيدك مستقبلا. يعني إذا أخذت هذا راح يصير عمرك 40 سنة وهو احتمال يموت الأعمار بيد الله يعني مو بعمرك وعد 3 نسوان وأنت ميت عليه ولو ما هو ما تزوجين. لا مو هيك الطريقة. الطريقة شوف المستقبلك وتلقى ليش إنسان ابن حلال ويجي خطبك ويدق الباب. يعني إحنا إلى متى نبقى ننصح بهذا الموضوع؟ هذا كأب تعرفون شنو كأب؟ هذا كأب إلنا يعني هو أكبر من عدنا وهو كان مرحلتنا وتخرج وصار دكتور وصار لنا أب وجاي يعلمنا. فمن علمك حرفا ملكك عبدا. مو هاي الطريقة ومو هاي يعني الحب اللي جاي نشوفه إحنا. هذا الحب غلط مالتك وأنا من عندي نصيحة إليك هذا الحب عوفي ومو مستواك وراح يسبب لك مشاكل. وإذا درس زوجته الدكتورة اللي وياخذ بالكلية والله العظيم راح تنفصلين وراح يصيرك مشاكل. فهاي رسالتي إليك وأنا أتمنى من كل متابعيني اللي يشوفون الفيديو يعطونك رأيهم بكل احترام وبدون تجاوز وراح تشوفين التعليقات كلها وتشوفين رأيهم. أتمنى كتبوا لها شيء بالتعليقات وأتمنى من حضرتكم الكرام تخلون لايك للفيديو تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس وخلنا نوصل أكثر من 10,000 لايك لأن هذا الفيديو يستاهل وبرسالة مهمة.